حق شباب عن مذهب الآل وعن صبر بالمتنى احنا عن عصر الرجالات الغني عصر الأئمة عصر عصر الدواهي الجديد تاريخ ابو الصادق عن اصحابه والعلم السليم عنهم ثقات خرج من معهد المحمدي عاش وجهات المعرفة لفي ضواضح علني منهم بريد أهل السيطة بس بالأيام بالأيمة يبتغي من المخبت طاعدة وسط الشياع المدني صار الإمام يبشر الخرق